هذه الحالة يعني فيها صعوبة النطق، صعوبة الكلام، صعوبة التواصل مع الآخرين، لكنك إذا رأيته يقرأ القرآن الكريم ويحفظ القرآن الكريم كاملا غير منقوص. أخي الكريم، كيف حالك أولا؟ ترون أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات طريقة كلامه. نعم، ما اسمك؟ أنت من أي المناطق؟ دوجة. طيب، اقرأ من أول سورة الإسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده إلى المسجد الحرام قد الذي بقي عبده ليوم الأيام إنه شيء بصير. وآتي يومك الجبل لأنه جد الجوائل ألا تأمني وكيلا تريد أحمل بلعوه إنه قد عبد شقا. جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. معي في هذه الحلقة إن شاء الله الحلقة المباركة في على طاولة لجنة التحكيم أخي الكريم شيخ محمد يحيى، فأتركه معه. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد. أنت ما شاء الله حفظك متين. عارف سورة العنكبوت؟ ابدأ كده في أول سورة العنكبوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يقولوا آمنا. يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وقف فتن الذين من قبلهم فيعلمن الذين اشتقوا ويعلمن الكاذبين يعذب الذين امنوا السيئات يشفقهم ساء ما يحكمون. سأله الشيخ محمد ليبدأ من أول سورة العنكبوت فقال ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا. كان من الممكن أن يكمل ويقول وهم لا يفتنون، ولكنه معلم وما شاء الله متقن، رجع وقال أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ألف لام ميم أحسب الناس أن يقولوا آمنا. يقولوا أمنا وهم لا يفتنون. طيب قل لي كده منيبين إليه واتقوه. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة. صدقون. منيبين إليه واتقوه. اتقوا وأقيموا الصلاة وأتقوا المسلمين. الذي يفقه دينهم وكل شيء كل جنود فيهم. وإذا مسهم أسلم تربوا بلدهم. ثم إذا أتقاهم لحبكم أمركم. فتح الله عليك. بارك الله فيك. ما شاء الله. لك جزيل الشكر أن نبهتنا وجعلت فينا مثل هذه الصحوة التي تذكرنا بنعم الله سبحانه وتعالى علينا. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أكمل. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أيوة في اثنين أهو. يعني بيقول في موضعين أهو. طيب يلا خش بقى يا شيخ محمد في ال قول لنا كده. قول الأول إيه؟ اسم السورة ايه؟ سورة إبراهيم. جميل. طيب الموضع الثاني فين؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. في سورة ايه؟ سورة النحل. الله. يعني الراجل عمل مداخلة معايا في الكلام وأنا بتكلم، قلت آية كده عرضا هو مستعد الإجابة على طول، وقال في موضعين كمان. طب خلينا نسأل كده يا شيخ محمد. طبعا ده لازم يسأل بقى كثيرا حتى نخرج ما عنده. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. ما لكم كيف تحكموا؟ أعوذ بالله من الشيطان. فين؟ في أكثر من موضع ولا موضع واحد؟ أكثر. اديني الموضع الأخير. الله أكبر، سورة القلم. نعم. طيب الموضع اللي قبله سورة ساء.
سافرت. الله أكبر، أكمل. ما أقول كيف تحكمون أب ما أيوة أفلا تذكرون بيتكم أبقوا سنتهم. طيب كويس خلاص. طيب في فما لكم كيف تحكمون في أي صورة؟ فما يقوم كيف يحكمون فما يقوم وهم يسرقون يحق دمائهم قل أرجو تبعهم بيتكم وهم يسرقون يدي الحق قل أرجو الحق كيف تحكم صح؟ طيب فصل صح ما شاء الله مبسوط ما شاء الله ما شاء الله. طيب شيخ محمد معلش احنا نطول حلقة شوية يا اخوان، يعني لا تسأمونا ولا تملونا لأن هذه الحلقة حلقة ماتعة، وما كنت أظن أن مثل هذه الحلقة يعني الشيخ أن يكون متقنا وحافظا وجامع لمثل هذه المتشابهات، فيعني ممكن الشيخ محمد تديله كمان. طيب انا هسالك سؤال بقى لو جاوبت عليه تبقى ممتاز ماشي. ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين، عايز منك موضعين. سوره الايش؟ يونس ماشي. يا سلام. وفين تاني؟ سورة الأنبياء. عارف موضع آخر؟ طيب قول فضل. سورة الملك. الملك. طيب. سورة النم. يا سلام. النم. الله أكبر. طيب انا طلبت منك موضعين ما شاء الله وانت جبت اربع مواضع. طيب الموضع اللي في سوره الملك اقرا كده، ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين، وزيد كمل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اقول اذا ادم كنتم صادقين واني اعلم الله فتح الله عليك. والله يا اخواننا يعني كل الموجودين الحضور اخواننا المصورين والمخرج وكلهم يعني ما تملكوش دموعهم، لان كل واحد لما بيشوف نعمه ربنا على انسان يشعر بالتقصير في حق نفسه، يعني يشعر بالتقصير في حق نفسه اذا ربنا اعطاه الاهليه لشيء معين ولم يعني يجتهد فيه وينبغ فيه كما يعني نرى الاخ الفاضل. فيعني اشكرك شكرا جزيلا والله لقد احببتك في الله. لله في خلقه شؤون، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والى ان نلتقي في حلقه اخرى وابداع اخر ونماذج اخرى تبتذى، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.